يمثل الفائز التخطيط السليم الذي يستهدف إحداث تنمية شاملة في كافة المجالات لصالح المجتمع، ويعظم العائد من استخدام الموارد المتاحة والحاجات المجتمعية المطلوبة. وازدادت أهمية علم الإحصاء في عالمنا المعاصر زيادة كبيرة، لا سيما في ظل ثورة البيانات والمعلومات، وأصبحت الحاجة إليها مطلباً أساسياً، خاصة في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي. الحضور الكريم، يأتي إطلاق المرصد الإحصائي في إطار الدور التوعوي الذي يتبناه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبناء الإنسان المصري من خلال تنسيق الثقافة الرقمية لديه واطلاعه على البيانات والمعلومات والمؤشرات التي ترصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. ليشارك الوطن مقدراته عن قناعة وحس وطني لتحسين مستوى الحياة للمصريين. كما يأتي أيضاً استجابة لمتطلبات الفترة الأخيرة والتي شهدت تزايداً ملحوظاً في الطلب على البيانات والمعلومات الإحصائية، لما لها من أهمية قصوى بالإدارة الرشيدة لأجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا الطلب المتزايد لتوفير المتطلبات الرؤى الوطنية والإقليمية والدولية للتنمية طويلة الأجل، والتي تتمثل في رؤية مصر 2030 وأجندة إفريقيا 2063 وخطة التنمية المستدامة الأممية.